في كتابه قاعدة جليلة للتوسل والوسيلة، فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها، فقال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها حين لعن من اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجدا يصلى فيها، وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تنجالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا سورة إلا طمستها. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد تقدم فيما مضى بيان الشفاعة التي نفاها القرآن، وأن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تكون للمشركين، هذا المعنى الأول، أو التي تكون من أهل الشرك، أو التي تكون في اعتقاد أهل الشرك، فقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما أشبه ذلك، إنما هو لأحد هذين المعنيين، وليس المقصود نفي الشفاعة بالكلية وأنه لا يشفع أحد مطلقا، فإن هذا ينافي ما جاء في كلام رب العالمين وما دلت عليه سنة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النصوص من الكتاب والسنة كما أن إجماع سلف الأمة على أن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأذن الله تعالى له بالشفاعة على وفق ما ذكر الله تعالى من الشروط. لكن ذكر المؤلف جملة من الآيات الدالة على نفي الشفاعة، ثم قال: فهذه الشفاعة المشار إليه ما تقدم من النصوص الدالة على أنه لا شفاعة، هذه الشفاعة يعني الشفاعة المنفية، مشار إليه الشفاعة المنفية التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، وكذا قصدوا قبورهم. فبين المؤلف رحمه الله أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي بوابة الشرك الكبرى التي من خلالها يدخل الناس في الكفر برب العالمين، فهذه الشفاعة نفاها القرآن لكونها أقرب سبيل يوقع الناس في الشرك من دعاء غير الله تعالى، تعظيم القبور، تعظيم التماثيل، وما أشبه ذلك مما وقع فيه المشركون، فإنما وقعوا فيما وقعوا فيه من بوابة الشفاعة. ولذلك ينبغي أن يميز المؤمن بين ما ثبت من الشفاعة وما نفاه الله ورسوله من الشفاعة حتى يتبين له الحق من الباطل، وما يلبس به المشركون أو دعاة الشرك من أن هذه من الشفاعة المثبتة ينبغي أن يمحص وأن يعلم أن الشفاعة لا تسوغ عبادة غير الله تعالى بوجه من الوجوه، فحق الله يجب أن يحفظ ويصان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وسد الطرق الموصلة إلى الشرك بجميع
صورها القولية والفعلية والقلبية، فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر من أن يتسرب إليه شيء من الشرك أو يتطرق إليه شيء من الانحراف تحت مظلة الشفاعة أو من بوابة الشفاعة، ويزعم أن ذلك من الشفاعة التي أثبتها القرآن، فإنه شتان بين ما أثبته القرآن وبين ما نفاه. فما أثبته هو كرم من رب العالمين يكرم به الموحدين، وأما التي نفاها فهي أعظم بوابات الشرك التي توقع الناس في الضلال وتزيغهم وتجتالهم عن صراط رب العالمين. فلا بد من التمييز بين هذا وذاك. والخلاصة أن الشفاعة المثبتة هي ما كان فيه رضا الله تعالى عن الشافع ورضا الله تعالى عن المشفوع فيه، ولا يمكن أن يرضى الله تعالى شركا أو كفرا. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى عن الكافرين، فلا تكون الشفاعة من أهل الشرك ولا لأهل الشرك، لا تكون منهم ولا تكون لهم، إنما هي لأهل التوحيد من الله تعالى إكراما، سواء كانوا شافعين أو كانوا مشفوعا فيهم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الوسيلة، والوسيلة تتصل أو التوسل يتصل بالشفاعة في كون من يدعون الشفاعة يقولون إننا نتوسل بالصالحين وشفاعتهم لإدراك مقاصدنا من رحمة رب العالمين والنجاة من العذاب الأليم. فيبين لنا المؤلف رحمه الله التوسل المثبت والتوسل المنفي وما يتعلق بذلك من المسائل في هذا الفصل. يقول رحمه الله: فصل في معاني التوسل. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور: يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين، ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد، وأما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة، وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أنه له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له مطيع معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: ولفظ التوسل يعني الذي يحتج به ويستند إليه كثير ممن ظلوا في باب الشفاعة فالتبس عليهم الأمر فأثبتوا الشفاعة الشركية، وهي قصد غير الله تعالى في تحصيل المطالب وإدراك المراغب والنجاة من المكروهات. يقول رحمه الله: لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور. يعني لو قال قائل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلتي،
أو أتوسل برسول الله، هل هذا اللفظ منكر على إطلاقه أو أنه لفظ صحيح على إطلاقه أو أنه يحتاج إلى تفصيل؟ الجواب أنه لفظ مجمل لا بد من التفصيل فيه. فماذا تقصد بتوسلك برسول الله؟ يقول المؤلف: التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، وعلى ضوء هذه الأمور يتبين ما هو صحيح من المعاني في هذه الكلمة وما هو فاسد. يقول رحمه الله: يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أي متفق على صحتهما وثبوتهما، وأن من قصد بقوله أتوسل برسول الله أحد هذين المعنيين فهو مصيب. المعنى الأول هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. فمن قال ورسول الله وسيلتي يوم العرض على الله، ويقصد بذلك الإيمان برسول الله، الإيمان برسول الله، ويقصد بذلك اتباع رسول الله، فهو صادق، لأنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بالتوسل إلى الله تعالى والتقرب بطاعة الرسول والإيمان به. فمن لم يؤمن به ولم أو أنه لم يتبع صلى الله عليه وسلم فإنه فاقد لما يقربه إلى الله تعالى. هذا المعنى متفق على صحته. إذا أطلقت الوسيلة التوسل بالرسول وأريد به هذا المعنى فهو معنى صحيح أو باطل؟ معنى صحيح باتفاق المسلمين، فهو وسيلة كل مؤمن يرجو النجاة يوم القيامة، لا نجاة له إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الفتنة في القبر وهي أول منازل الآخرة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا أضل جوابا من أحد هذه الثلاثة، من أحد هذه الأسئلة الثلاث، فإنه لن يصيب نجاة ولن يدرك فلاحا. ولذلك ينبغي أن يميز. هذا هو المعنى الأول من المعاني الصحيحة. المعنى الثاني للتوسل دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع، يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. يعني هذا المعنى أيضا صحيح. دعاؤه قسمان، وهو ما يكون في الدنيا، وهذا لا شك في جوازه، وقد اتفق عليه أهل القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ويدعو لأقوام كثيرين من الأحياء والأموات في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار في طلب الشفاعة منه والتوسل به في حياته. ومنه قول عمر رضي الله عنه الصحيح: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. فالمقصود بالتوسل بالنبي هو دعاؤه وطلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا متفق عليه بين أهل القبلة لا ينكره أحد. الثاني هو التوسل به صلى الله عليه وسلم يوم العرض على الله تعالى يوم القيامة بشفاعته، وهذا لا شك أنه منية أهل الإيمان وغاية السعين إلى الله تعالى أن يدركوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع شفاعات كثيرة، منها شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وشفاعته في استفتاح باب الجنة، وشفاعته في درجات أهل الجنة فيشفع في أقوام أن ترفع منازلهم، وشفاعته في من لم يدخل النار ألا يدخلها، وشفاعته في من دخلها أن يخرج منها. أنواع من الشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا النوع هو الذي أشار إليه في قوله: وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة أن شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، خاصة وعامة، أي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة يشترك معه فيها غيره، الخاصة التي ينفرد بها، والعامة التي يشاركه معه فيها غيره، التي تخصه الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء، أن يأتي رب العالمين ليفصل بين الناس. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. من الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أبي طالب، فإنها شفاعة خاصة، لأن الأصل في الشفاعة للمشركين في رفع العذاب أو حتى تخفيف العذاب لا تكون، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، استثنية من ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، هذه شفاعة خاصة.
شفاعة الخاصة من الشفاعات الخاصة أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة في استفتاح بابها، هذه خاصة به، فإنه قال أنا أول شفيع في الجنة كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، يعني أول من يشفع في دخول الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي إلى باب الجنة ويقول له الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، هذه كلها شفاعات خاصة. أما الشفاعات العامة فهي بقية الشفاعات التي تثبت له صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتميز في هذه الشفاعات العامة التي يشاركه فيها غيره بأي شيء؟ ما ميزة النبي فيها؟ أنه أعلى نصيب من غيره، فهو أعظم الشفعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنصيبه من الشفاعات العامة أعلى من نصيب غيره، هو أوفر حظا وأكثر نصيبا في الشفاعة من شفاعات سائر الأنبياء وغيره من المؤمنين الذين يشفعون ويأذن الله تعالى لهم بالشفاعة، سواء من الأنبياء أو من الإنس أو الملائكة أو الجن أو غيرهم ممن يأذن الله تعالى بالشفاعة له. يقول رحمه الله هذا النوع من الشفاعة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون. فالشفاعة هذه خاصة ليست لكل أحد، إنما هي لأهل الإيمان والتوحيد. هذا النوعان من الشفاعة، لو أطلق الإنسان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد به أحد هذين المعنيين كان كلامه صوابا ولم يخرج عن صراط مستقيم ولا كلام قوي، بل هو على الجادة، لأن هذا مما دلت عليه النصوص وأثبتته. طيب، يقول رحمه الله وفي صحيح البخاري، عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال الله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بسبب. هذه الأدلة ذكرها المؤلف رحمه الله في دعم من حديث أبي هريرة
في صحيح البخاري: يا رسول الله، من أسعد أي الناس أسعد بشفاعتك، يعني أوفر نصيبا وأحظ بالشفاعة. قال: أسعد الناس بشفاعتي، يعني أوفاهم نصيبا يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا أي مخلصا، بأن يقولها ليس في قلبه سواها ولا في قلبه نقض لها. هذا معنى قوله خالصا، فالخالص هو النقي من الشوائب، خالصا من قلبه. وفي صحيح الإمام مسلم ذكر: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. فهي شاملة لجميع الأمة، ولكن نصيبهم منها متفاوت. متفاوت وفق إيش؟ تفاوت الأمة في نصيبهم من الشفاعة بقدر إيش؟ ها؟ بقدر إخلاصهم وتوحيدهم. لأنه قال: أسعد الناس بشفاعتي، بيّن أن التوحيد هو معيار التفاضل. ثم قال: من لا من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبقدر التحقيق للتوحيد والنجاة من الشرك يكون نصيبك من الشفاعة. ثم قال: وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وذلك أن الشفاعة سيكون فيها من الخير أكثر من أن يكون في الأمة في الجنة نصف الأمة، أو أن يدخل نصف الأمة الجنة. ثم قال: وهذا الأصل وهو التوحيد، هو أصل الدين هذا المشار إليه، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مناط حصول تحصيل الشفاعة. المشار إليه مناط تحصيل الشفاعة وهو التوحيد، هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأول والآخرين دينا سواه. ثم ذكر أنه هو الدين الذي أرسل الله تعالى به الرسل، وهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إليه. ثم قال: والمشركون من قريش وغيرهم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق السماوات. الآن يبين لنا ما التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي به تنال الشفاعة، وهو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية، إنما إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذلك يقول: والمشركون من قريش وغيرهم كانوا مقرين بالله لأن الله وحده خلق السماوات والأرض، إلى آخر ما ذكر، يعني أنهم يقرون في الجملة بتوحيد الربوبية، وإن كانوا لا يقرون بالإلهية، وهو سبب قتال النبي لهم وعدم دخولهم في الإسلام. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.